الإخوان الأخوات الفلاحة، السلام عليكم. معكم أشرف نجوم، مهندس فلاحي وممثل طاقم المثمر بإقليم كناس. في إطار التكوينات المستمرة اللي يقوم بها الطاقم المثمر، جينا اليوم باش نتكلم لكم على تقنيات زراعة البطاطس، وبالضبط مرحلة الجني والتخزين. السؤال المطروح إخواني أخواتي الفلاحة هو: إمتى خصني نجني البطاطا ديالي؟ على العموم، النضج ديال المحصول ديال البطاطا الأغلبية ديال الأصناف كيكون من بعد ما كيمر حوالي 100 حتى 130 يوم من التاريخ ديال الزراعة، على حسب الصنف اللي مزروع وأيضا الظروف البيئية. خاصنا نعرفوا أيضا إخواني أخواتي الفلاحة أن المرحلة ديال الجني ديال البطاطا كنقدروا نتعرفوا عليها انطلاقا من الوريقات ديال البطاطا ديالي، يعني كيكون واحد الاصفرار طبيعي للمجموع الخضري النباتات، وبهذا القشرة كتلتصق باللحم ديال البطاطا ديالي، وكيف ما كتشوفوا هنا في الصورة على الشاشة اللي كتمثل المراحل ديال النمو ديال البطاطا والمرحلة ديال الجفاف. إخواني أخواتي الفلاحة، خاصكم تعرفوا أيضا أنه قبل العملية ديال الجني خاصنا نوقفوا التسميد الأزوتي أو ما يصطلح عليه بالملحة. فالملحة ما خاصنيش نبقى نعطيها من 3 حتى 4 ديال الأسابيع على القليع، لأنه كيف ما كتشوفوا على المستوى ديال الجدول، كل ما كان هناك واحد الإفراط في التسميد الأزوتي، هذا الشيء غيؤدي لنا إلى الخفض بنسبة المادة الجافة وغيزيد لنا من السكريات، وهذا الشيء بطبيعة الحال غادي يأثر على الجودة ديال البطاطا، غيأثر عليها أيضا بالنسبة للمرحلة ديال التخزين وفي البيع ديالها. خاصنا نعرفوا أيضا إخواني أخواتي الفلاحة أنه داك المجموع الخضاري خاصنا نحيدوه من 10 أيام حتى 14 يوم على القليع. هذا الشيء غادي يساهم ويساعد في التكوين ديال واحد القشرة صلبة كتحمي لي البطاطا ديالي من الضرر الميكانيكي خلال المرحلة ديال الجني، وأيضا خلال مرحلة التخزين، باش ما تأثر شيء بالأمراض الفطرية والجرثومية اللي كتدخل لنا عبر الجروح. بهذا خاصكم تعرفوا أن المجموع الخضري يقدر يتحيد يا إما بواحد الطريقة يدوية أو بواحد الطريقة ميكانيكية. فكيف ما كتعرفوا، تحياد ديال المجموع الخضري أو إزالة الأوراق اللي كتسمى باللغة الفرنسية لو ديفاناج عنده بزاف ديال الأهداف. بين الأهداف ديالو هو ديك البشرة ديال الدرنة، كيقلل الحساسية ديالها للضرر الميكانيكي، وكيمكننا أيضا أنه ينتج لنا واحد الدرنات ديال البطاطا اللي يكون عندهم واحد الحجم مناسب ويتميزوا أيضا بواحد الجودة مناسبة. كيف ما أنه هاد العملية إخواني أخواتي الفلاحة كتمكن من الحد من المخاطر ديال التلوث من بعض الأمراض في نهاية الدورة. تحياد ديال الأوراق إخواني أخواتي الفلاحة يقدر يكون بواحد الطريقة ميكانيكية أو بواحد الطريقة كيميائية، كيف ما يمكننا نحرق الأوراق. فنبدأ أولا بالطريقة الميكانيكية، فالنباتات ديالنا أو الوريقات ديالنا على البعد ديال 15 حتى 20 سنتيمتر من السطح ديال الكمة ديالنا كنستعملوا واحد الآلة قاطعة اللي كتكون في المقدمة الجرار. هذا الشيء اللي كيؤدي للانتشال ديال داك المجموع الخضري، وكيساهم لنا في التكوين ديال واحد القشره صلبه كتحمي الدرنات من الضرر. كاينه طريقه اخرى اخواني اخواتي الفلاحه اللي هي الطريقه الكيميائيه، ولكن المشكل اللي كاين هو انها كتعاني من واحد النقص في المواد الكيميائيه الفعاله، خصوصا ملي كيكون النبات بعيد على المرحله ديال الذبول والنضج. فمن بين المواد الفعاله المستعمله لهذا الغرض كنلقاو الديكوات والباراكوات، كيف ما ايضا تلقاو الطريقه ديال حرق الاوراق، الحاجه اللي ما كنشوفوهاش هنا عندنا في الاقليم، ولكن كاينه هذه الطريقه بحيث كيتم الحرق ديال النبات بواحد الشعله ديال درجه الحراره 800 دوغري. ولكن الطريقه هذه ما بقاوش الناس كيستعملوها بزاف، وكيف ما كنقولوا في الاقليم ديالنا ما كيستعملوهاش الاخوان.
حاجة أخرى إخواني أخواتي الفلاحة، من بعد ما نحيدوا دوك الوراق أو المجموع الخضاري خاصنا نخليو الحبات ديال البطاطا ديالنا تحت من الأرض باش تصلب، ومنين نجي نجني خاصني نتعامل مع داك الحب بواحد العناية كبيرة وما نعرضهاش للشمس لواحد المدة طويلة باش نتفادى دوك البقع السوداء والتعرض لحشرات السوسة. بهذا في المرحلة ديال الجني إخواني أخواتي الفلاحة كنفضلوا أننا نجنيو في الصباح بكري، بهذا كتكون الرطوبة ديال التربة معتدلة والحرارة ديال الدرنات ديالنا كتكون من 10 حتى 18 درجة مئوية خلال العملية ديال القلع. خاصنا نعرفوا أيضا باللي هادوك البطاطا اللي كتكون عندنا مجروحة ومريضة لازم علينا نتلفوها مباشرة بعد العملية ديال الجني، وخاصنا ايضا نعبئوا درنات البطاطا ديالنا اللي كتكون مزيانه بواحد العنايه كبيره باش نتجنبوا دوك الجراحات اللي يكونوا فيها واللي غادي يتسببوا ليا في الدخول ديال الامراض الفطريه بطبيعه الحال والجراثيم. بالنسبه لمرحلات التخزين اخواتي اخواني اخواتي الفلاحه، كاين بعض الشروط لنقل الثمار الى المستودعات. بهذا منين كنديروا العمليه ديال الجني ديالنا خاصنا نغطيو البطاطا ديالنا مباشره بعد ما نقلوها، علاش؟ باش نمنعوا العثه ديال البطاطا من توضع البيض ديالها. وحاجه اخرى، منين نجي نغطي الصندوق ديالي مثلا نحاول ما نغطيهش بالوراق اللي كيكونوا مراد لانه يقدر يسبب ليا في الانتقال ديال الجراثيم وديال الامراض وديال الفطريات لداخل ديال النبات ديالي او لداخل ديال الدرنات ديالي. وبهذا منين نجني البطاطا ديالي ننقلها بواحد السرعه كبيره لواحد المستودع باش نوقيها من الحراره ديال الشمس ومن ايضا لفحه الرياح الحاره. بهذا اخواني اخواتي الفلاحه، عمليه التخزين الناجحه كتطلب اداره جيده على عده مراحل، منها التعقيم وتنظيف اماكن التخزين، تنشيف البطاطا ديالي، معالجه الجروح الناجمه عن القلع، عمليه التبريد، وبطبيعه الحال ظروف التخزين المناخية. خاصنا نعرفوا ايضا اخواني اخواتي الفلاحة باللي التهوئة كتعتبر واحد الشرط ضروري باش يكون عندنا واحد الظروف تخزين جيدة. حاجة اخرى اخواني اخواتي الفلاحة، الدرنات ديال البطاطا ديالي خاصني نخزنها بعيد بزاف على الضوء باش نمنعو الانبات باش ما تنبتش البطاطا ديالنا. خاصنا نعرفوا ايضا باللي في اطار التخزين كيكونوا عندنا واحد الغرف، فبهاد الغرف خاصنا نتحكموا في الرطوبه. بهذا الرطوبه اللي خاصها تكون في التخزين ديال البطاطا خاص تكون كتراوح بين 90 و 95 درجه 95 دوغري عفوا. بالنسبه للحراره فهي كتاثر بشكل كبير على التفاعلات البيوكيميائيه او لي رياكسيون بيوشيميك باللغه الفرنسيه اللي كتستمر في الدرنات ديال البطاطا واخا قلعناها، لانه كيكون مازال واحد العمليه ديال التنفس وعمليه الاستقلاب اللي كتؤدي لاستهلاك واحد القسم مهم من الماده الجافه ديال البطاطا وكتحول لنا واحد القسم من ماده النشا الى سكريات مختزنه. بهذا خاصنا نعرفوا ايضا كاين واحد الاختلاف في درجات الحراره ديال التخزين، لانه كاين عندنا البطاطا اللي كتكون ديال القلي، كاين عندنا واحد البطاطا ايضا اللي كيستعملوها الناس بالنسبه للزريع، وكاين اللي كيديرها لاستعمالات غذائيه اخرى. مثلا الناس اللي كيخزنوا البطاطا اللي كنديروها للزريع او لاستعمالات غذائيه اخرى كنصحوا باربع درجات مئويه، في حين ان البطاطا ديال القلي كنصحوا بالحراره ديال 7 درجات مئويه، وبالنسبه للبطاطا المعده لصناعه الرقائق كنصحوا بواحد الحراره من 10 حتى 11 درجه مئويه. اخواني اخواتي الفلاحه كنكونوا وصلنا للنهايه ديال التكوين ديالنا. كنتمنى لكم جني جيد وتحياتي الله المعين.